فايز المالكي يبحث عن شاب مصري يدعى مجاهد، نشر مقطعاً مصوراً خاصاً به عبر تويتر، طالب أي شخص يستطيع الوصول للشاب المصري أن يتواصل معه. نشر فايز المالكي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات تويتر مقطعاً مصوراً أثار تعاطف الكثيرين. ظهر في المقطع شاب مصري يدعى مجاهد يبكي بشدة ومتأثراً من الأزمة المفاجئة التي تعرض لها. اتضح أن الشاب المصري المدعو مجاهد فقد مصدر رزقه الوحيد، وذلك بعدما احترق التوك توك الذي قام بشرائه منذ عدة أيام. وكان من الواضح في الفيديو أن التوك توك احترق بشكل كامل. بكاء الشاب المصري كان بسبب صدمته الكبيرة، خاصة وأنه قام بشراء التوك توك منذ أيام قليلة. حاول الموجودون وقت الحادث تهدئته حتى يتجاوز شعوره بالضيق، وكشف أغلب الموجودين أن حريق التوك توك كان مفاجأة صادمة لم يستطيعوا السيطرة عليها، خاصة ولم يتضح أي أسباب لهذا الحريق حتى الآن. فايز المالكي تعاطف مع الشاب المصري الذي يقيم في قرية العدسات، وطالب أي شخص يستطيع الوصول له أن يتواصل معه. وتوقع عدد كبير من متابعي فايز على تويتر أنه سيقدم له مساعدة حتى يعوض خسارته غير المتوقعة. يا الله.